أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما موقف الشاب المسلم من بعض الأشخاص الذين يشككون في أمور مسلمة مثل حرمة الغناء وحلق اللحية وإسبال الثياب مع قلة علمهم ودينهم، وهؤلاء قد يختلط بهم الإنسان في عمله أو غير ذلك؟ عليك أن توزع أجوبة أهل العلم وكتب أهل العلم لتحريم هذه الأشياء، والأشرطة التي تصدر عن أهل العلم في تحريم هذه الأشياء لأجل تضاد شر هؤلاء. نعم.